متابعي الكرام في كل مكان، بحييكم وبرحب بيكم، وبقدم لكم النهاردة بلوزة كم رجلين. البلوزة فيها كشكشة في الرقبة، أنا مركبة لها شريط بيه، بس ينفع تستبدلوه بأستك، يعني اللي حابب يستبدله ويحط أستك يكون هيكون كويس برضو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، لان بجد بتجيلي تعليقات كتيرة خالص، انا طبعا بشكركم عليها اولا. سنين كل التعليقات بتبقى جميل روعة حلو، وما بلاقيش اللايك يمكن ربع عدد التعليقات، معرفش بتنسوا تحطوها ولا ايه. بجد مش هتخسروا حاجة لو ضغطتوا على زر الاعجاب. المقاس اللي انا هشتغل عليه مقاس 42. هحتاج في البلوزة اللي انا هعملها دوران الصدر ودوران الهانش وعرض الكتف وطول الكم وطول البلوزة. دوران الصدر 96، هقسمه على 4 زي ما احنا خدنا قبل كده. هيطلع لي 24. ال24 هقسمها على 4 تاني، هيطلع لي 6 سنتي. ال6 سنتي دي هي دوران الرقبة. وطول البلوزة أنا عاملاه 65، عرض الكتف عند 12 سنتي، وطول دوران الهانش 102، الربع بتاعه 25.5، في الأمام هزود 1 يبقى 26.5، في الخلف هنقص 1 يبقى 24.5. في البلوزة دي أو الموديل اللي احنا هنعمله، لو مش عايزين تنقصه أو تزوده مش هيفرق كتير، لأن هو مفهوش بنس ولا أي حاجة. فلو حابين تعملوه 24 زي ما هو، 25.5 زي ما هو، أمام وخلف مفيش مشكلة. هرسم، هجيب الأول ورقة كبيرة مش صغيرة، كبيرة بالشكل ده علشان أعمل البلوزة معاها الكم. الكم اللي أنا هعمله ده اسمه كم رجلين. في البداية هشتغل على دوران الرقبة، هشتغل الخلف الأول. دوران الرقبة عندي عرضها 6 سنتي، ادي 6 سنتي، وهنزل في الطول 1.5 سنتي. في تعديل هيتعمل، بس التعديل انا هعمله بعدين مش دلوقتي. وهاخد اول 2 سنتي بالشكل ده وبعدين ادور. عرض الكتف 12 سنتي، ادي 12 سنتي. انا هرسم الباترون عادي خالص وبعدين هشكل فيه. طول حردة الابط، احنا قلنا طول حردة الابط بنقسم طول الوسط على 2 ونصها زود على 1.5 سنتي، يعني طول الوسط عند 42 نصها 21 زائد 1.5 سنتي يبقى 22.5. هعمل 22.5 والمستطيل ده هيكون 18 سنتي، لأن 12 و6 18. وهعمل الخط بتاعي. دوران الصدر عندي 24. أنا برسم الخلف دلوقتي، ممكن أعمله يعني أنا هشتغل على 24 على طول، مش هزود ولا هنقص زي الباترون العادي. أدي 24، وهعمل دوران الإبط، هاخد 2.5 سنتي وهعمل الدوران بتاعي بالشكل ده. عندي الكتف هنزل 4.5 سنتي. انا مش هعمل كتف على فكرة، بس انا برسم الباترون عادي خالص علشان اقول لكم هنحدد الكم ازاي بعد كده. طبعا انا هحدد الهانش ازاي او دوران الهانش ازاي. انا عندي طول الوسط 42، من بعديها هاخد 18 سنتي اللي هو طول الجنب. على فكرة دي بلوزة انيساتي كبيرة مش صغيرة، فاللي حابب يعملها صغيرة يصغر المقاسات دي خالص.
الهامش عندي 25.5، ايدي 25.5، ده كده الخلف معايا. من بعد طول الكتف هقيس طول الكم. عندي الكم كام سنتي؟ لو طوله 60 سنتي مثلا، هقيس طول الكم. انا البلوزة اللي شفتوها دي هعملها التلتاي، يعني مش كم كامل، فعندي هيكون 45 سنتي، فهقيس 45 سنتي. من بعد هي باينة كده، من بعد الكتف هقيس طول الكم، وانا عاملة طول الكم 50 سنتي، لان انا مش عايزة الكم طويل، انا عايزة تلتاه، فهقيس 50 سنتي بتاعتي. وعلى العرض ده هقيس برضو، وبعدين هظبط الطول. طيب الموديل اللي عندي هعمل توسيع في الرقبة 1 سنتي، يعني هدخل من هنا 1 سنتي. على فكرة ينفع توسعي اكتر، بس انا بعمل لك 1 سنتي، وبراحتك انت ينفع تعملي اكتر. وهنزل 0.5 سنتي، يعني بدل ما هي 1.5 بقت 2 سنتي، بدل ما هي ب6 سنتي بقت 7 سنتي. وهاخدها برضو بالشكل ده، الدوران بتاعها، وبعدين هقيس دوران الرقبة، هدور المزورة بالشكل ده، هحط المزورة على الخط الأخضر اللي أنا عاملاه وهدورها بالشكل ده. طلعت لي 8.5، هقسم 8.5 دي على 3، يعني هتطلع لي 3 إلا، فمن 3 سنتي هاخد علامة، والعلامة ده هيات هوصلنا بصوا، مش هاخدها بالشقة هنا، لا هوصلها بعند بداية دوران الإبط. بالشكل ده، وهاخدها بدوران كده، لان وانا بقص هاخد برضو دوران الإبط معايا. ادي الكم الرجلاني، عندي الكم هنا واسع خالص فهضيقه، يعني مثلا هعمله 16 سنتي. 16 سنتي ده هيبقى فيه اسورة، والاسورة هيبقى فيها كسرات على فكرة، يعني انا كده عاملاه واسع عن الطبيعي، لكن لو انا هعمله طبيعي من غير اسورة ولا كسرات هقلل من كده كتير. ده كده الخلف. لما اجي ارسم الامام على نفس الباترون، الخط الاحمر اللي انا هرسمه ده الامام، الأمام عندي دوران الرقبة 6 طول و6 عرض، ادي 6 طول وادي 6 العرض، وهثبت المزورة. ادي دوران الرقبة الأمامي، دوران الرقبة الأمامي هوسعه، انا وسعت هنا 0.5 سنتي، لا هوسعه اكتر، هاخد سنتي من فوق، ومن تحت هنزل بيه على الاقل خالص 3 سنتي او 4 سنتي، يعني هيبقى 10 سنتي.
10 سنتي. هعملها في الأول مستطيل عشان بس تعرفوا تعملوها دوران يطلع معاكم مظبوط. وأدي 7 سنتي. وفي الركنة الأخيرة دي هطلع حوالي 1.5 أو 2 سنتي وهعمل الدوران. ده الأمام. الرجلين اللي أنا هعمله هعمله إزاي؟ برضو هعمل نفس القصة، هدور حوالين الرقبة وهشوفها كام. هنا طلعت لي 16 سنتي. تلت 16 سنتي كام؟ 5 و5.5، يعني هنزل 5. أنا هقص على الخطوط الخلفية الأول من الرقبة. شايفين الفرق بين الخلف والأمام؟ الخلف الرقبة بتاعته عالية عالية خالص كمان. وبرضه هنزل في قبل الدوران بتاع الإبط وهاخده معايا دوران بالشكل ده، نفس الوسع برضه بتاع الكم. ده كده الخلف معايا انا قصيته. بعد ما هقصه على القماش هرجع اثبته في بعضه تاني وهقص الامام وعليه هقص برضو الامام. يعني انا رسمت باترون واحد للخلف وللامام. انا سايبه زياده للخياطه، مش قص على الورق على طول، لا انا سايبه زياده. دلوقتي هقص الامام، والامام لما اجي اقصه هشيل العلامات بتاعته بس هحتفظ بيها علشان انا محتاجاها للكم. لما احط على الورق هسيب زيادة، انا بقص الامام هسيب زيادة علشان الكشكشة اللي في البلوزة من قدام. دلوقتي هجيب ورقة تانية
ده كده الخلف. دلوقتي هجيب اللي انا طلعتها من الامام وهرجع اثبتها تاني. على العلامة دي، العلامة اللي لونها أحمر دي، وهقص الشكل ده. وهثبت الباترون تاني. انا سايبه 1 سم لان هي اساسا في الاماكن هتفرق معايا 1 سم، بس عشان الورقه تتقص بالشكل ده. وهقص وده الكم بتاعي. هكتب برضو عليه امام وخلف، وهجيب القماش بتاعي واحط عليه الكم. القماش هيكون مفرود على 2 مش على 1، على 2 عشان يطلعوا له كمين، بس مفرود مش مطبق زي الكم اللي احنا بنعمله العادي. هعمل علامة بالمقص علشان اعرف الخلف من الامام. القصيرة هي بتاعت الخلف والكبيرة هي بتاعت الامام. دلوقتي هنشطب البلوزة. ده الخلف معايا، هجيب الكم وهشوف فين الخلف والامام. زي ما اتفقنا الخلف الصغيرة، شايفين الصغيرة هي الخلف، فهجيبها واركبها في الامام. والكم التاني في فرق بين الأمام والخلف في الكم على فكرة. ركبت الخلف انا كده، وهجيب الامام.
هخيط الكمام في الجناب، هذا الكم هخيطه بالجنب برضو، بس الأول هعمل السرفلة. أنا عملت السرفلة دلوقتي، وهعمل كشكشة في الرقبة من قدام. اللي حابب، أنا هعمل كشكشة وهركب فيها شريط البيه. اللي حابب يعملها أستك ينفع تتعمل أستك. دي البلوزة بعد ما شطبتها، على فكرة انا عملت الرقبة، عملت لها توسيع زيادة ما انا شرحته، يعني انا وسعتها كمان، بس اللي حاببها تكون ضيقة زي ما اتشرحت على الباترون مفيش مشكلة، بس انا حبيت اقول لكم يعني الملحوظة دي علشان يكون عندكم علم. ده شكلها بعد ما اتشطبت. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.